الفنان محمد رجب بنرحب بيك معانا. مين بقى بيختار لحضرتك بقى البدل والاطلالات؟ ودايما يعني اطلالاتك شيك قوي سواء بقى كاجوال او كلاسيك يعني. انا راجل في الاصل مهندس ديكور، في حته اللون والذوق يعني الى حد ما في طبيعه شغلي، ده غير ان انا بطلع برضو على مواقع عالميه حالانجي بقى مع ايتن عامر، بيقال ان في انها رشحت للبطوله مع حضرتك، هل ده حقيقي ولا لا؟ وخاصه برضو ان ايتن عامر في كذا تجربه كان قبل كده معاه. ايتن طبعا وش السعد، واشتغلنا مع بعض كتير، وكل الحاجات اللي اشتغلناها مع بعض ناجحه ولقيت اعجاب كبير عند الجمهور. ان شاء الله تبقى معايا في الحالانجي، هي لسه ما وقعتش. وتجربة الحلنجي أنا شايف إنها بإذن الله تجربة هتفرق معانا كلنا، وأنا بعتز جدا بالمؤلف العمل محمود حمدان، صداقة بينا أخويا طبعا وحبيبي، عامل لي ورق حلو قوي، مسلسل مختلف، وإخراج أستاذ معتز حسام برضو، معتز هيبقى مفاجأة كبيرة جدا في المسلسل ده، إنتاج أستاذ ممدوح شاهين، ودي التجربة الأولى وإن شاء الله مش الأخيرة. مش الأخيرة. المسلسل اجتماعي كوميدي ساسبنس يعني، هو بتاع كله يعني. لا إن شاء الله نجاحات أكبر بكتير، إن شاء الله إن شاء الله. موضوع مختلف على اللي قدمته ومختلف عن السوق كمان. حب محمد رجب بقى للأوف سيزون، وبرضو دايما مسلسلاتك زي ما هو قال كده اجتماعي لايت كده. أنا نزلت رمضان في علامة استفهام، وبعدها بأسبوعين اتطلب مني من الشركة المنتجة إن أنا أحضر مسلسل، وكان الأخ كبير فما كانش فيه في التوقيت ده أوف سيزون يعني، فضل ربنا انا اللي عملت الاوف سيزون في الوقت ده، وعليه ابتدت يحصل يعني، وده الواقع. فاما حقق نجاحات كبيره الاخ كبير، فبقى مطلوب مني كل سنه اقدم مسلسل اوف سيزون. بس الحمد لله استاذ ممدوح بكن له كل الحب والتقدير والاحترام، قال لي لا لازم ترجع رمضان تاني، وقدمت له الورق حبه قوي، فتحمس وان شاء الله مع بعض في رمضان ومع بعض على طول. حضرتك بقى عنده نفس الموهبة، هنشوفه فنان كده كبير زيك يوسف ابني؟ والله على مزاجه، بس هو عنده حتة فنية يعني. شفنا أبناء الفنانين كلهم على التيك توك والسوشيال ميديا بشكل عام، أنت سايبه براحته بقى ولا اللي هو في عدد ساعات معينة؟ طبعا مامته بتراقب الحكاية دي، بس هو حبيبي، هو فاهم كويس قوي يعني اللي المفروض ما يحصلش، بس هو موجود في السوشيال ميديا بالشكل اللي أنت بتشوفيه معايا، مسافرين بنلعب بس مش اكتر من كده. رامز ده 10 سنين كتير، وانا بحبه جدا، رامز صديق ليا، هو طلعت معاه في مره اللي هو رامز تحت الارض تقريبا. لا انا بشوف البرنامج بتاعه وكل الناس بتستناه. لا طبعا مش عارفين. ان شاء الله نازل، هعلن عن فيلم قريب باذن الله اسمه كوكتيل، فيلم كوميدي بس مختلف. انا بعمل اللي عليا واللي على ربنا، المهم الفيلم ينجح ويعجب الناس، اهم حاجه انك تكمل.